خير، شو بدك؟ أبي فوق الشجرة. والشجرة؟ شو هاد؟ يعني شو؟ مثل كل يوم مصاري فلوس. إن شاء الله بدك خرجيك اليوم. شو يعني إذا أعطيتني مبارح ما بتعطيني اليوم؟ ليش شايفني بنك أنا ما هيك؟ إيه بنك، تعالون يلا تعالون مخبيون شفتون يلا تعالون. بدك خرجية ما هيك؟ إيه بدي. نعطيك خرجية. تفضل. عشر قروش؟ إيه عشر قروش، ما عجبوك؟ أبي، أنت مالك أبي؟ ماما، شو هالجيلات؟ شو بدك؟ أبي فوق الشجرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أبي بدي أتجوز. شو؟ بدي أتجوز. لا لو ولا عظيم. ومالك شايف إنه حضرتك مستعجلة شوي؟ لا لا بالعكس، أنا حاسس إني تأخرت كتير. فيصل الدكتور على أساس الدكتور باللبس ما هيك؟ هلا لا تتخلي بشغلات وعملات، أنا بدي أتجوز. طيب مين بدك تتجوز؟ أم الهب أو أم النس. روح من الشي روح. يعني ما بدك تجوزني؟ لا أبي، أنت مالك أبي؟ نعم؟ شو هالجيل؟ أبي إيه شو بدك؟ أبي فوق الشجرة. أبي أنا قررت أسافر. لا لو والله أبزيم. وين بدك تسافر؟ على أي بلد؟ المهم أخلص منكم. شو لا؟ قصدي أخلص من في علاء. شو أنت أبي أسافر؟ يروح سافر طير، وأنت سوبرمان؟ يعني أسافر؟ لا روح نام. ليش هيك يا زلمة؟ يعني ما بتخل الواحد يصمش من هالبلد؟ زلمة؟ إيه ليش مو أنت زلمة ولا لا؟ طبعا زلمة لك شلون؟ أصبر خليني أسافر. ولك روح من وشي، قلت لك ما في. أبي أنت مو أبي. شو هالجيل؟ دوي يا دوي دوي واعطيني شهطر. أبي خير؟ أبي فوق الشجرة. تركي لربك الطارق مهموم وبدي شي نسيني. وشو بدك حتى تنسى همومك؟ سيجارة. معك سيجارة؟ وليش بدك سيجارة؟ حتى أدخن وانسى همومي وغرامياتي. غرامياتك؟ ومين قال لك انه الدخان بينسي الهموم والغراميات؟ مو بقوله دخن عليها تنجلي. روح من وشي روح، احسن ما اضربك 50 كف اخلي وشك ينجلي جلي. يعني من الاخير ما بدك تعطيني سيجارة؟ لا ابي انت مو ابي. ها شو هالجيل؟ تم فتح القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. أبي شو؟ أبي فوق الشجرة. لا خلاص خليك بالدرس. يلا قل لي يا شاطر مين فتح القسطنطينية؟ أنا شو بعرفني ليش كنت معهم؟ لك ابني هلا مو قلت قدامك؟ صح صح وافتح مخك. اللي فتح القسطنطينية هو السلطان العثماني محمد الفاتح. شو اسمه؟ طيب أبي بلكي ما هو، بلكي غير واحد فتح قسطنطينية. لك ابني هو هو. أنا خايف ما يكون هو ونسامه للزلمة. ها لا إله إلا الله، لو قدر تفهم. طيب ليش عصبت علي؟ أبي أنت مالك أبي؟ نعمة شو هالجيل هاد؟ لازم أعطيها برا، هاي كاس مي وهدول مصاري، اختار هاي ولا هدول؟ طبعاً مبينة، أكيد المصاري. المصاري شوف بعطيك هدول المصاري بس على شرط ممنوع تشرب مي بالبيت ابدا. موافق. موافق هاي مصاري. حمودي حمودي. نعم بابا. لك ابني انت تشرب مي بالبيت ولا لا؟ لا بابا ابدا. شلون لا بابا ابدا؟ ثلاث ايام معقول ما شربت مي؟ لا بشرب. شلون تشرب مي؟ اتفقنا ما تشرب مي ابدا. انا اتفقت مع رفيقي كل يوم يجيب لي 10 قنينه مي وبشربهم. خي قنينه. الله يلعن ابوك يا ابني، ضيع العبرة كلها. وي 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 وي
قلي شو بدك بسرعة. أبي فوق الشجرة. أنا خلاص أخذت قراري. أنا بطلت أكل لحمة أبداً. لا لو. ولا عزيم. وليش بقى بطلت أكل لحمة؟ شو ذنبه الحيوان ينذبح ويتاكل؟ بس هالشي مو حرام. لا مو حرام، بس أنت بتريد حدا يذبحك وياكلك؟ مثلش أنا حيوان؟ لو بتروح مشي لأكلك. مامي. عمى شو هالجيل؟ أبي. نعم. أبي فوق الشجرة. وليش لابس هاللبس؟ لأني أنا الملك. ملك على شو بقى؟ ملك في مملكتي. ملك وما معك ولا ليرة؟ إذا كانت الخزينة الأساسية مفلسة، ليه بده يجيب الملك؟ أنا مفلس؟ إيه مفلس. نعم. شو هالجيل هاد؟ السلام عليك يا أبي. وعليكم السلام. أبي في عاد الشجرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليش هيك لابس؟ أنا الشيخ عبد العليم. هلا بالأخير قلي شو بدك؟ أمي تسلم عليك وتقول لك أعطيني 500 ليرة. عفوا ليش مين حضرتك؟ ومين أمك؟ أنا ما بعرفكم. والله تورت مني مشان 500 ليرة؟ طبعا. أبتة أنت لست أبتة. محمد شو هتجيل؟ لا 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 خلص أنا بجي لعندك اليوم اليوم إن شاء الله. ماشي الله معك. شو يا بي؟ شو؟ يا بي فوق الشجرة وحياة الخلق الكون بست أيام، إذا ما أعطيتني خرجية لا أعمل شي ما صار. شو بدك تعمل ولاد؟ صحاب. يا بي أنت مو يا بي. نعمة شو هالجيل؟ شيماء شيماء. أبي شو بدك؟ أعطيني مصاري أشتري مكواي كبيرة. مكواي كبيرة؟ من أسبوع جبت لكم مكواي جديدة. لا مكواي اللي أنت جبتها للملابس، أنا بدي مكواي للسيارات. كيف يعني؟ أخذت مفاتيح سيارتك وأنت نايم طلعت فيها مشوار. شو صار؟ فتت بالحيط والسيارة جعلكت شوي. شو؟ طب ما نبي الحكوية ترجع مثل ما كانت. ترجع مثل ما كانت؟ لك شو هالجيلات؟